البنات بتقابل obstacles في طريق نجاحهم. انا مش اوفر على فكرة، هي دي الحقيقة. واحدة من اشهر ال obstacles دي menstrual pain، الام البيريد. فمهم قوي ان احنا نعرف نسيطر عليها. هحكي لكم قصة، قصة بنت في تالتة اعدادي. كانت عندها صباح تاني يوم امتحان مواد اجتماعية، وكانت البنت دي بتطلع الاولى على المدرسة يعني كل سنة. فطبعا بالنسبة لها العقلية بنت يعني عندها 14 سنة، فكرة ان هي تنقص نص درجة او درجة دي حاجة كارثة، او ان هي ما تطلعش الاولى زي كل سنة، ده بالنسبة لها كان ممكن فعلا يدمر نفسيتها او يقعدها صيف كامل في نكد وحزن. مش هيعرف الموضوع ده الا اللي جربه، يعني اللي بيدوق طعم النجاح بيعافر عشان خاطر يفضل يحافظ عليه. لان فعلا لما الواحد بينزل على مستواه بيبقى الموضوع مؤلم جدا، وخصوصا بقى لو شخصية حساسة، فلا الموضوع فعلا صعب قوي. طيب ايه اللي حصل؟ ان البنت دي كانت جات لها البريد في ليلة الامتحان. طيب في امهات كتير توجهاتهم تحسهم متطرفة كده، اللي هو ايه، لا ما نديش ادوية، ما نديش البنات ادوية وكده، عشان خاطر ايه، المسكنات دي فعلا بتدمر الكلى وبتدمر المعدة، فالبنات ما تاخدش خالص. طبعا ده تطرف يعني. طبعا اتكلمنا قبل كده عن قد ايه المسكنات دي فعلا خطرها دور فعلا بالمعدة والكلى. بس في الوقت نفسه ما هو مش كده كده، لا احنا بنستعمل الادوية طبعا تحت اشراف طبي في حدود المعقول. لان تعالوا بقى نتكلم، هو ايه اللي حصل مع البنت دي لما كانت مامتها وجدتها رافضين فكرة ان هي تاخد مسكنات للبيريد وكده. طبعا الالام بتبقى حاجة كده، طبعا بيبقى فيه lower abdominal pain، بيبقى الم اسفل البطن، الم فظيع عامل زي الكهرباء كده شوية. ويا سلام بقى لو شتا بيبقى الالم بتبقى الكهرباء بتزيد قوي، ممكن يمتد للثاي للفخذ. بيبقى فيه برضو ممكن يكون معاه lower back pain، بيبقى لو نفس المكان كده اللي هما بيشتكوا منه الناس اللي هي بيبقى عندها مشاكل في الكلى وكده، اللي هو اسفل الظهر. تمام، بيبقى الالم فظيع. ممكن يبقى مصحوب بميل القيء نوزيا، غمام النفس بقى فظيع وأريفة رهيبة. وممكن لو الموضوع اشتد قوي ان هي فعلا ترجع. طبعا البنت ما كانتش عارفه تذاكر، لان طبعا حد بالالام الرهيبه دي هيستحمل مذاكره ازاي؟ مش مركزه، مش عارفه تراجع ليله الامتحان. حظها بقى ان الموضوع كان في رمضان، فطبعا الالم كان شديد، ده رجعت. طبعا بالنسبه لشخصيه حساسه ان هي مامتها بقى بتقدم لها هوت درينك يعني كمساعده، يعني لان مامتها كانت مقتنعه ان لا اشربي قرفه اشربي حلبه، لكن تاخد مسكن لا، احنا نقضيها بقى حاجات طبيعية. يعني هو ده بقى كان اعتقادهم، بقى هي مامتها وجدتها ده اعتقادهم، احنا مش بندي ادوية، احنا بنشرب حاجات دافية وخلاص. فطبعا منظر بقى ان هي بتشرب حاجة دافية واخوها بقى يعني مش يعمل نفسه مش واخد باله، لا لازم يسأل هي بتشرب حاجة دافية ليه، وهي رجعت ليه، وهي ايه اللي تعبها اصلا. انا بس بقول للاخوات يعني في بنات بتبقى حساسة قوي، ففعلا لو لقيت اختك في الوضع ده او بنتك في الوضع ده، فلو هي حساسة او الموضوع ده بيضايقها، الموضوع ده بالنسبة لها ممكن يكون كارثة يعني، او ستريس فظيع يعني. كفاية ليا فيه الالام رهيبة والستريس بتاع الامتحان، وكمان بقى حاسة كده ان الناس كلها خدت بالها ان هي مش مظبطة وان هي بترجع وليه فترة في رمضان وكده. فالموضوع كان ستريس عالي جدا، وساعات بيعمل تروما نفسية مش اوفر، بس فعلا بالنسبة للشخصيات الحساسة هو كده فعلا. بس في مفارقات لذيذة بقى، اللي هو تلاقي مثلا في بنات تانية يعني معرفش بقى بيبقى هو طباع بقى ولا ايه، ولا اهليهم اخدوهم على كده. يعني في بنت مثلا ممكن هي تجري تروح تقول لباباها يعني عادي جدا،
او في بنات تلاقيها في وسط الفاميلي بتاعتها تقعد تفطر في رمضان عادي جدا برضه، ما بتبقاش متضايقه من حاجه ومش مكسوفه. بس انا بتكلم على النوع الحساس ده، بيبقى بالنسبه لهم موضوع كبير ومحرج جدا، فده بس اللي بنراعيه طبعا. اكيد احنا مش حابين نضايق حد يعني. البنت دي فضلت سنين تعاني يعني، برضه ستيل مامتها ريزيستنت ان هي تديها مسكنات او ان هي تعالجها، وهي استحملي اشربي حاجه دافيه خلاص على كده، لغايه لما في مره فعلا رجعت جامد بقى. فمامتها قالت لها طب خلاص انزلي الصيدليه ايه شوفي حاجه تاخديها. فساعتها الصيدلي صرف لها مسكن، وساعتها اداها قرص مضاده للترجيع، لان هي كانت ساعتها بقى رجعت جامد والموضوع كبر. فمامتها قالت خلاص بقى يعني، ابتدت تتنازل عن مبادئها وقالت لا خلاص ماشي مفيش مشكله، خلاص يعني شوفي كده الصيدلي يديكي اي حاجه تريحك يعني. ومن ساعتها البنت عرفت سكه المسكنات، وبقت بقى تشوف ايه المسكن اللي يناسب حالي يعني، اللي بيجيب معاه نتيجه طبعا. وطبعا اكتشفت ان هي ما كانتش عايشة الكام سنة اللي مامتها كانت رافضة فيهم ان هي تديها المسكن. كما توقعنا البنت فعلا نقصت درجة في المواد الاجتماعية بسبب فعلا ان هي ما رجعتش جزء كويس، بسبب ان هي فعلا كانت تعبانة وبترجع ومش مركزة. وفعلا الموضوع أثر على الترتيب بتاعها. فأنا فعلا مش أوفر لما كنت بقول فعلا إن دي حاجة من الحاجات اللي ممكن فعلا تعطل نجاح حد. فطبعا هي حاجة مهمة ولازم نعرف المانجمنت بتاعها بيكون ازاي. طبعا في individual variation، لأن في بنات على فكرة ما بتحسش بأي حاجة، ما بتحسش بأي ألم أو وجع، وفي بنات لا الموضوع بالنسبة لها بيبقى severe قوي، درجة وحشة فعلا، ما بيبقوش عارفين يعيشوا فعلا. طب بالنسبة بقى للبنات المبتلات دي اللي هي متألمة خالص، ازاي اعمل مانجمنت؟ طبعا ممكن استخدم مسكنات، ما هي بقى تبتدي مثلا تجرب مسكنات مختلفة وتشوف ايه اكتر واحد جاب نتيجة معاها كويسة وخلاص ماشي تمشي عليه. في نوع تاني من انواع الادوية اللي هو مضاد التقلصات، ده بينفع برضو، ممكن يجيب نتيجة مع ناس. في بقى ممكن مادة الباراسيتامول، الباراسيتامول مع كافيين تمام مفيش مشكلة، ممكن برضو نضيفهم للمسكن لو الدنيا مش مظبطة. أي حاجة من كاتيجوري مختلفة ممكن تضاف لحاجة من كاتيجوري تانية يعني. يعني مثلا ممكن آخد مسكن ومعاه باراسيتامول أو باراسيتامول مع كافيين، ممكن آخد في روس مثلا كانت بتبقى فيها مضاد التقلصات مع باراسيتامول. فقصدي ان احنا ادام من كاتيجوري مختلفة، ولو الالم برضه ما تسيطرش عليه مفيش مشكلة ان انا بدل ما اكتر في الجرعة الواحدة للمسكن يعني، بدل ما اخد اوفر دوز مسكن بس، لا ممكن اشكل يعني اخد مسكن مع مضاد للتقلصات يعني هما الاتنين هيكملوا بعض، او مسكن مع باراسيتامول مفيش مشكلة يعني كله هيكمل التاني، بس المهم ما كترش من نفس النوعية. طبعا المشروبات الدافية وأهمهم وأشهرهم القرفة والحلبة كويسين أوي بيهدوا الموضوع. ممكن بقى في قربة مياه سخنة تتحط على مكان الألم برضو هتريح. الترجيع ممكن نعمله مانجمنت، زمان كان بيبقى في قرص تتاخد قبل الأكل بربع ساعة، أو يعني تتاخد وبعدين يعني لو الواحد هيبدأ أكل يبقى على الأقل استنى ربع أو نص ساعة يكون الدواء اشتغل. بس دي كانت مشكلتها في حاجة، إن برضو المعدة أصلا مش قابلة حتى بق المية اللي هيتاخد ده، ممكن اصلا بق المية اللي هيتاخد بالقرص اصلا يخلي الواحد يرجع. ففي حاجة فعلا اكتشفتها قريب يعني، فورمولا جميلة جدا عجبتني، فيلم كده يعني شريحة كده تتحط على اللسان بتدوب في البق وبتدي نفس الافكت بتاع حقنة مسكن بالظبط، وفعلا افكتيف وتأثيرها كويس. دي ممكن على فكرة تساعد احسن من القرص. طيب احنا كده عملنا مانجمنت، ازاي هنسيطر على الألم وازاي هنسيطر على الغمامان او الترجيع. طيب في برضو توجهات تانية يعني، في مثلا بس دول بقى لو الموضوع بقى سيفير قوي البنت بتضطر تروح لجاينيكولوجيست ويحاول بقى يتصرف معاها، مش مجرد بقى مسكن وخلاص. في كبسولات ايفنينج بريمروز اويل دي ممكن تتاخد على طول، دي بتخلي البيريود لما تيجي هتيجي بألم اخف شوية، فدي ما بتتاخدش وقتها بس، لا ممكن تتاخد على طول.
في دكتورز مثلا بيقولوا اول ما تحس قبلها بكام يوم ابتدي خد المسكن، يعني لما تحس كده بداية الموضوع هيبتدي فخد المسكن افضل، لان طبعا تأخير اخدان المسكن يعني من نازلة مثلا دراسة او شغل مش لازم تستنى لما خلاص بقى بطنها تكون بتتقطع خالص عشان تبتدي تاخد مسكن، لا مع البدايات تاخده احسن علشان خاطر بس ايه تعرف تنزل تروح شغلها او تروح دراستها ما تتبهدلش وما ترجعش وما يعني بهدلها. في حل بقى ده بقى مع الجايناكولوجيست، يعني الحالات السيفير قوي ان هو ممكن يديها علاج بالهرمونات عشان خاطر يظبط الموضوع ده، بس طبعا ده للحالات السيفير جدا اللي هي بقى ايه بتضطر خلاص بقى لازم فعلا هتروح تشوف جايناكولوجيست بسبب الموضوع ده. هو عادة الدكتورز قالوا ان بعد طبعا الجواز وبعد الولادة بقى بالذات بيبقى خلاص يعني الآلام دي بتختفي تماما، يعني مش probability ان هي تظهر تاني بعد الجواز بتبقى ضعيفة طبعا، لان مثلا في الولادة الطبيعية بيبقى عنق الرحم اصلا اتفتح عشان يعني البيبي يعدي منه، فخلاص ما بقاش فيه الضغط زي زمان يعني او زي ما كانت مثلا فيرجن وكده يعني، فالموضوع ده بيروح مع الوقت. الموضوع فعلا يا جماعة صعب ومش هيعرف قيمة يعني مش هيعرف صعوبته إلا بجد اللي جربه، ففعلا لما حد يلاقي حد قريب منه فعلا في الوضع ده بجد يرعيه في كل حاجة، فعلا كفاية فعلا الغمامان والقرفة وإحساس الترجيع، فلا الموضوع صعب. تخيل فعلا حد نازل امتحان أو نازل شغل بأعراض شبه كده، الموضوع صعب فعلا. يلا بقى ابتلاء، يلا اشوفكوا على خير.